أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى علوم الدار مباشرة من مركز الاتحاد للأخبار. الثامنة مساء، الساعة في أبوظبي، أبرز العناوين. رئيس الدولة يستقبل ملك المغرب الذي يقوم بزيارة دولة بمراسم استقبال رسمية. منصور بن زايد يبحث مع الرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية على هامش كوب 28. أهلا ومرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة اليوم إلى دولة الإمارات، وأجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر. ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك محمد السادس إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة جلالته. ولدى وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق فرسان الإمارات الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم المملكة المغربية الشقيقة. وكان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس الموريتاني اليوم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق له، وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القضايا المطروحة على جندة كوب 28 ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياته السلبية على المستوى العالمي. وأكد فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة بما فيها قضايا العمل المناخي، معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمية. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي افتتاح قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة المنعقدة في مدينة إكسبو دبي مقر مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28. وأكد سمو ولي عهد أبو ظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا وعناية خاصة لمبادرات الاستدامة ضمن مسيرتها التنموية الشاملة. وأضاف سمو ولي عهد أبو ظبي أن إعلان عام 2023 عاما للاستدامة تحت شعار اليوم للغد يعكس إيمان القيادة الرشيد الراسخ بأهمية دعم قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية محليا وإقليميا ودوليا، ودعم الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات التغير المناخي لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أن دبي باتت ملتقى الابتكار والحلول التنموية المستدامة مع تنظيمها واستضافتها لكبرى المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تستقطب أفضل العقول وتقدم أحدث التجارب والتقنيات والمنتجات ضمن مختلف القطاعات التنموية لا سيما قطاع البناء والتشييد. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم لمعرض الخمسة الكبار، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس 7 ديسمبر الحالية بمشاركة 22 أو بمشاركة 2200 عارض وأكثر من 68 ألف زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد من 150 دولة وأبرز القادة العالميين في مجال البناء والمبتكرين والمتخصصين وصانعي السياسات لتسليط الضوء حول أبرز سبل توجيه قطاع البناء نحو مستقبل مستدام. ونوه سمو ولي عهد دبي بأهمية الحدث الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التشييد والبناء وفي وقت يتوسع فيه العالم في توظيف التقنيات المتطورة في تشييد الأبنية الذكية واتباع معايير الحفاظ على البيئة، مؤكدا سمو حرص دبي على المساهمة في تطوير هذا القطاع أسوة بريادتها في مختلف المجالات التنموية وبما يرقى إلى تطلعاتها للتنبؤ وتبوأ ما كان متقدما في استحداث معايير عالمية موحدة لتصميم الأبنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة. كما تفقد سمو ولي عهد دبي خلال الجولة عدد من أجنحة الشركات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، شملت الجناح السعودي واليوناني والتركي والألمانية. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل اليوم فخامة جواوا مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة وبحث معه العلاقات الثنائية وتعزيزها. رحب سمو خلال اللقاء بالرئيس الضيف الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تقام فعاليته في مدينة إكسبو دبي. ونقل إليه تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنيات صاحب السمو لجمهورية أنغولا وشعبها بدوام الاستقرار والازدهار. واستعرض اللقاء فرص تطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وبما يخدم رؤية البلدين لمجتمع مستدام ومستقبل مزدهر. كما تناول الجانبان أهمية مؤتمر الأطراف COP28 في إيجاد حلول لتحقيق الاستدامة وتعزيز العمل المناخي العالمي. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين دولة الإمارات وأنغولا الصديقة، وشدد على أهمية دعمها وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين وشعبهم الصديقين. كما تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا التي تهم البلدين. في ملفنا الإنساني لهذا المساء، باشر المستشفى الميداني الإماراتي في غزة الذي دشن بخدماته العلاجية أمس الأول استقبال المصابين، حيث وصلت أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان من كسور بليغة. وباشر الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى والذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة التعامل فورا مع الحالتين. وقد بدأ المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة أمس الأول تقديم خدمات العلاجية لأبناء القطاع، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع التي تواجه ظروفا استثنائية حرجة. هذا ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا، وذلك في إطار عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. هذا وواصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية،
والإغاثية الإماراتية على النازحين في جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أدخل الفرحة والسرور على المستفيدين الذين توجهوا بالشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا. واصلت طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية على النازحين والمتضررين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لدعم غزة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، حيث تتواصل عمليات توزيع الطرود على جميع الأسر النازحة. تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة وشعبا بتقديم المساعدات لإغاثة الملهوفين، لإغاثة من خرجوا من تحت الأنقاض. نشكر الإمارات رئاسة وشعبا على ما قدموه من أجل هؤلاء الناس. حملة المساعدات والطرود وصفتها الساحة الفلسطينية بأنها امتداد لمسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات التي عملت على الحد من تداعيات الجوع والكارثة الإنسانية وخففت من وطأة الألم والحاجة لدى المتضررين. احنا بنشكر اللي هي دولة الإمارات على الجهد شعبا وحكومة، على هذا الجهد المبذول من الإخوة الإماراتيين بخصوص اللي هي المساعدات الغذائية اللي هي بتمس الضروريات والاحتياجات الأولية والإنسانية للجنس البشري بشكل عام. هذه الطرود الغذائية جاءت لسد جزء من احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء، وتأتي كذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها. نحن كشعب الفلسطيني ومن رحم هذه الأوجاع والآلام نشكر إخواننا في دولة الإمارات، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء في المواقف الذي نشهد لهم بالخير، نشهد لهم بالخير بما يقدمونه من مساعدات. بنشكر إخواتنا في الإمارات الحبيب، نشكرهم على جهودهم للشعب الفلسطيني المرابط على أرضه ونتعذب في هذه الحرب. هذه المساعدات والطرود الغذائية وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات ونهجها الراسخ تجاه دعم الفلسطينيين في مختلف الظروف. لقنوات أبوظبي، وليد عبد الرحمن، غزة. بحضور رؤساء وفود 30 دولة خلال حفل ختام نظمه أبوظبي التقني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وجانب المتسابقين تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023، حيث أعلن سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهنية، عن حصول المواطن خالد صالح باسهل على جائزة أبوظبي لحصوله على التقييم الأعلى في مجموع الدرجات على جميع المتسابقين من 30 دولة تنافسوا في 28 مهارة تكنولوجية وفنية. كما فاز فريق مهارات أبوظبي ب13 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية و2 برونزية و4 ميداليات تميز، في إنجاز إماراتي ذهبي وتاريخي يحدث لأول مرة. هذا وتم تسليم الميداليات للفائزين وسط أجواء احتفالية بالفوز وارتفاع رايات الدول المشاركة. وتتوج نتائج الدورة الثانية من المسابقة جهودا دولية كبيرة قدمتها دولة الإمارات ومنظمة مهارات آسيا العالمية والدول المشاركة بشكل متناغم ومتكامل من أجل منح الشباب الفرصة الحقيقية ليعيشوا أجواء تنافسية استثنائية، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل خلال منافسات هذه الدورة الثانية وفق المعايير والنظم المعمول بها في المسابقات العالمية. بعد الفاصل تتابعون. مسؤولون وممثلون دوليون يؤكدون أهمية مؤتمر المناخ COP28 في تحقيق الحياد المناخي وأهمية وضع حلول للتغييرات المناخية.
كوب 28 يتواصل في إكسبو دبي ليمثل لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصاً واقعياً يمثل تتويجاً لعملية التقييم العالمية حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار. خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، لخص معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28، لخص منجزات المؤتمر خلال الأربع أيام الأولى، على رأسها جمع أكثر من 200 مليار درهم، وذلك من خلال التعهدات التي أعلنتها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية. I am pleased to say that we have also mobilized over $57 billion in new pledges and commitments only in the first 4 days. $30 billion in a new custom-tailored UAE catalytic fund that is 100% focused on solutions and bridging gaps to climate change. $725 million for loss and damage, $9 billion annually announced by the World Bank, over $3 billion for the Green Climate Fund, $2.7 billion for health, $2.6 billion for nature, $1.2 billion for relief, recovery and peace, and $2.5 billion for renewable energy and $1.2 billion for methane reduction. On top of that, parties have rallied around a number of pledges and declarations that get the world moving in the right direction. That's the course correction we're talking about. That is us nurturing a new culture and a new DNA that is centered around making things happen. هذا وأكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في حوار مع وكالة أنباء الإمارات وام أن قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورا حيويا في نجاح فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي تستضيفه الدولة حاليا في مدينة إكسبو دبي بمشاركة قادة العالم. اليوم القيادة في دولة الإمارات ترسم رؤية واضحة، أطلقنا استراتيجيات، نعرف أين نتجه، والحمد لله سوف نتمكن من النمو الاقتصادي مع المحافظة على البيئة. استراتيجية الطاقة المحدثة التي أطلقناها هذا الصيف وضعت رؤية واضحة لخطة دولة الإمارات، استعرضناها أمام دول العالم والكل يشيد بها، وكذلك استراتيجية الهيدروجين والاستراتيجيات الأخرى، والآن الصندوق الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد للتمويل ب 30 مليار دولار. كل هذه المبادرات تضعنا كدولة لكي نكون في قيادة المنطقة وقيادة العالم للاستفادة من تجربتنا. نحن لدينا رؤية والحمد لله، ونساهم بفاعلية، وإن شاء الله نكون ملهمين لدول العالم، وحديثنا مع الكثير من دول العالم حديث شيق، وحديث يعني يحاولون أن يعني يستفيدون من تجربة دولة الإمارات، ولدينا كذلك رؤية لعمل المزيد من المشاريع خصوصا في الطاقة المتجددة وفي الهيدروجين في الكثير من دول العالم. الوصول شركة مصدر إلى 100 جيجا وات بحلول العام 2030. هذا وأعلنت رئاسة كوب 28 رسميا عن الدول الموقعة على إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، في إطار تركيزها على تسريع الجهود العالمية لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ وتعزيز مرونتها المناخية
ووقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على الإعلان الذي يمثل التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ، كما تم إطلاق ميثاق إدارة الكوارث الذي يحدد مبادئ التعاون في العمل المناخي لإدارة المخاطر المرتبطة بالمتغيرات المناخية وحماية الفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويأتي كل من الإعلان والميثاق في إطار سلسلة مبادرات كوب 28 التي تهدف إلى تسريع جهود تعزيز المرونة المناخية العالمية، وخصصت رئاسة كوب 28 الثالثة من ديسمبر كيوم للصحة ضمن جهودها في توجيه اهتمام العالم نحو اهتمام حماية المجتمعات من تداعيات تغير المناخ، كما تعهد شركاء المؤتمر بما يفوق مليار دولار للتمويل الخاص بالتصدي للمشكلات الصحية الناتجة عن تغير المناخ. وفي ظل انطلاق فعاليات مؤتمر أطراف المناخ كوب 28، أكد مسؤولون وممثلون عبر وكالة الأنباء الإمارات وام أهمية هذا الحدث في تحقيق الحياد المناخي وأهمية وضع الحلول للتغيرات المناخية. دعونا نقترب أكثر من هذه الوجهات النظر وأيضا أجواء المؤتمر وكوب 28 وتقرير مها ياسر. مؤتمر المناخ كوب 28 مؤتمر حقق نجاحاً عالمياً منذ انطلاقته، حيث حصل على إشادات دولية تبرهن على نجاحه في تحقيق أهدافه، حيث بيّن طارق الخوري المنسق الإقليمي لتغير المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة غرب آسيا أن خطة التكيف من أجل مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى ما يقارب 390 مليار دولار سنوياً. دائما هناك صعوبة بالحصول على التمويل المناخي لأنه تعتبر دول ذات مدخول عالي، ولكن هذه الدول يعني مثل دولة الإمارات يعني شفنا أنه صارت هي مثلها مثل الدول المتقدمة صارت عم تساهم بالتمويل، مثل 100 مليون دولار اللي تعهدت فيه الرئاسة لموضوع خسائر الأضرار، مثل 30 مليار دولار تعهدت فيه أبو ظبي الإمارات لتسريع العمل الانفستمنت بالتغير المناخي والاستثمار المناخي. وأشار المنسق الإقليمي لتغير المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن مسار المفاوضات الجارية بين الدول ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ كوب 28 بدولة الإمارات بدأ بشكل إيجابي متمثلاً في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، داعياً إلى وضع حلول جديدة تتخطى أهداف عام 2025. خارج موضوع المفاوضات يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة دول المنطقة خاصة دول منطقة غرب آسيا بتنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف أو بالتخفيف، بناء القدرات، وضع استراتيجيات تلائم التعامل مع آثار الضارة لتغير المناخ والوصول لبنى تحتية أكثر مرونة، وأيضا نساعدهم على مشاريع التخفيف. من جانب آخر، قال محمد الزمرلي الممثل الرسمي لتونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي إن بلاده وضعت هدفاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45% لغاية عام 2030. مطالبة ولأول مرة لأنه هو التقييم وما عندناش آلية التقييم الصحيح لأنه ما عندناش مؤشرات. أعتقد أنه كوب 28 لابد أنه تخرج بمؤشرات في التكيف مع التغيرات المناخية، وهذا حبيت نشير إلى أنه نقطة موجودة في الأجندة بتاع كوب 28 اللي هو الهدف العالمي للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد مؤشرات لهذا الهدف. من جهة أخرى، قال الزمرلي إن التقييم الأول الذي سيشهده كوب 28 منذ المصادقة على اتفاق باريس في 2015 يجعل من المؤتمر الحالي واحداً من أهم النسخ ونقطة فاصلة. الكوب 28 فيه عديد من العناصر الهامة، العنصر الأول هو فرصة بعد ما تمت المصادقة على اتفاق باريس في 2015، أول تقييم وين وصلنا في تنفيذ اتفاق باريس. نقطة هامة، هل قدمنا في تنفيذ اتفاق باريس وما هي الصعوبات أو العوائق اللي حالت دون تنفيذ اتفاق باريس وشنو يلزمنا نعمله في المستقبل؟ ها
هذا وجمع كوب 28 العديد من المسؤولين في قطاع المناخ من مختلف دول العالم في بقعة واحدة، مشيدين بأهمية مؤتمر كوب 28 ومراهنين على أنه يمكن أن يخرج بمؤشرات للتكيف مع التغيرات المناخية. تسع وعشرون دقيقة بعد الثامنة مساء الساعة في أبوظبي. بعد الفاصل تتابعون فعل مدار. مركز النقل المتكامل يطلق أسطولا من مركبات الأجرة مستوحى من ماضي أبوظبي القديم. أهلا بكم من جديد إلى علوم الدار من مركز الاتحاد للأخبار. ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد 52، أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أطلق مجموعة من مركبات الأجرة لتتجول في أرجاء وشوارع مدينة أبوظبي، مستوحاة من الألوان القديمة المتعارف عليها في السنوات السابقة بحلة جديدة. مركبات أجرة جديدة من حيث التقنيات، لكنها تعود بذاكرة الركاب والأفراد إلى حنين الماضي وعبق العاصمة أبوظبي القديمة والذي يمتد حتى حاضرنا اليوم. طبعاً المقصود بالماضي هي حقبة التسعينات عندما كانت مركبات الأجرة بالطابع القديم المتعارف عليه، حيث كانت هذه المركبات مجرد مركبة تنقل الركاب من منطقة إلى منطقة بتعرفه عن طريق اللي هو كنا نسميه نحن العداد. ومركز النقل المتكامل بعد ما عاد المنظومة هذه كاملة أصبح اليوم نملك أسطول مركبات أجرة توفر خدمات متقدمة للمستخدمين. هذه المبادرة تم إطلاق 100 مركبة أجرة احتفالا بالعيد الوطني. لطالما حظي الماضي وما يحويه من موروث ثقافي وتاريخي يعود بالمجتمع إلى الحنين القديم والذكريات الجميلة باهتمام كبير من دولة الإمارات كنوع من التراث الغير المادي الأساسي والمهم في عملية التنمية المستدامة. بالنسبة لمركبات الأجرة بتكون متوفرة في إمارة أبوظبي بالأخص في جزيرة أبوظبي، ولكن سيكون فيه عدد كبير من هذه المركبات متوفر في مهرجان الشيخ زايد التراثي إن شاء الله. صح، ذكرنا بالأول، بعدين التكاسي يعني مميزه، احنا تكاسي اللي يبونها يعني رصاصيه ما نعرفها بين السيارة، لان ما بواضحات، هاي واضحات من بعيد بيننا، فاكيد احسن الالوان هاي القديمه احسن. ينطلق مركز النقل المتكامل في مبادرته هذه من المعاني العميقة التي يحملها شعار نسيج الماضي مسار المستقبل، فمن يبني حاضره ومستقبله على ماض عريق يضمن استمرارية التقدم على مسار أصيل. إذن عادت الألوان القديمة لمركبات الأجرة وتلك الأيام الجميلة، أكيد الكل عنده ذكريات لهذه الألوان وتلك المركبات ولكن بطريقة جديدة ومبتكرة. عموما نذهب بكم إلى الاقتصاد والتقرير التالي. أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إطارا تنظيميا جديدا للاقتصاد الدائري يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة والتصنيع المستدام. وخلال فعاليات مؤتمر كوب 28 قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة. وقعت شركة مصدر اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة بي ال ان نوسانتارا باور
بهدف تطوير محطات شيراتا للطاقة الشمسية إلى جانب تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا كمراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني. يأتي توقيع الاتفاقيات بين الجانبين خلال مؤتمر الأطراف COP28 تتويجاً لسنوات من التعاون المثمر بين الشركتين في تطوير مشروع محطة شيراتا، أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في جنوب شرق آسيا، والتي جرى تدشين المرحلة الأولى منها الشهر الماضي بقدرة 145 ميجا واط لتوفر الطاقة المتجددة لنحو 50,000 منزل، وتسهم المحطة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 214 ألف طن سنوياً. أطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرة محفز التمويل المستدام في إطار مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بالتزامن مع انعقاد فعاليات يوم التمويل المناخي ضمن COP28. وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق وتعزيز مساهمة دبي في تمكين التمويل المستدام عبر زيادة حصتها لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لقيادة جهود التمويل المستدام والابتكار وبناء القدرات بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات خاصة والمنطقة عموماً. وستتيح المبادرة تدريب وتنمية قدرات 1,000,000 خبير متخصص في مجال الاستدامة ومضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة 50 مرة. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب وكرم متابعتكم، نلقاكم دوما على الخير والمحبة. قدمت لكم علوم الدار مباشرة من مركز الاتحاد للأخبار. ليلة سعيدة، إلى اللقاء.